وينضم إلينا هاتفيا اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، وكل سنة وانتم طيبين، ومصر طيب. دايما طيبة، ودايما ذكرى عطرة، ذكرى شهداء مصر دايما يا رب إن شاء الله. سيادة اللواء، يوم الشهيد هو يعني يوم تكريم وأيضا يوم عبر ودروس مستفادة. ما أثر التكريم على أسر الشهداء وعلى الأجيال الناشئة، وما أهم الدروس المستفادة؟ بص حضرتك، طبعا الشهداء زي ما بنقول النهاردة احنا مش بنكرمهم، يعني بعد التكريم المولى سبحانه وتعالى اللي قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، واللي قال عنهم الرسول الكريم إن الشهيد ليرى مقعده من الجنة مع سقوط أول قطرة من دمه، كل دول لا، احنا النهاردة بنكرم ذويهم وبنحسسهم إن شهدائهم دمهم لم يضيع عباء، بل هو في رقبة المصريين كلهم، وإنهم إذا كانوا فقدوا شهيد فمصر كلها بدلا لهذا الشهيد من ذويهم أب وأم وأخ وأخت. هو ده احنا النهارده المعنى اكبر من كده بكتير. عندما نحتفل بيوم الشهيد ده اضافه لقدرات الدوله الشامله، وهي القدره المعنويه، احنا من خلال هؤلاء الشهداء بنرسل رساله للعالم كله اننا امه شهداء. زي ما بقول دايما، هي نفس الرساله اللي ارسلها خالد الوليد بن الوليد منذ 14 قرن من الزمان، عندما قاد جيش المسلمين لفتح بلاد فارس، وأرسل له كسرى فارس يقول له ارجع يا خالد فإني ملاقيك بجيش أوله عندك وآخره عندي، فيرد عليه القائد المسلم الواثق القوي يقول له وأنا ألاقيك برجال يحرصون على الموت حرصك على الحياة. هذه هي نفس الرسالة التي نبعث بها اليوم إلى كل من يفكر في تهديد ذرة من ترابنا الوطني أو أمننا القومي. نحن أمة شهداء في المواجهة، ليس لنا إلا النصر أو الشهادة. هذه الرسالة هي أكبر وأعم وأشمل من أي رسالة أخرى، لأن هؤلاء الشهداء زي ما بنقول دايما الشهيد هو الوحيد الذي يحمي وطنه حيا في الدار الدنيا وشهيدا في الدار الآخرة، بهذا المعنى الذي نرسله جميعا أننا أمة شهداء. هذا المعنى الذي أراه دائما أمامي، وهو ده اللي بيخلي رئيس الجمهورية النهاردة وهو واقف بكل ثقة بيتكلم عن المستقبل وكأنه يراه أمامه، لأنه واثق تماما من هذا الشعب اللي هو قاده في يوم من الأيام لما قال له بياني عن وجه الإرهاب، فخرج الشعب عن بكرة أبيه يديله مبيعة كاملة في مواجهة الإرهاب. هو نفس الشعب اللي وجهه اللي بيعه في مواجهة هذه التحديات اللي تعصف بقات الأمم، لكي نصل اليوم إلى نظرة ينظرها إلينا العالم كله بإعجاب وبإكبار. النهاردة هو دي الروح اللي بتربط القائد بمقوديه أو بمرؤوسيه، هي دي اللي بتربط الشعب ببعضه، هي دي علاقتنا اللي احنا اتخذناها وتعلمناها. ولذلك زي ما بقول، اذا كان الرئيس بيقول هنعمل وهو بمنتهى الثقه في من يقودهم وفي هؤلاء الرجال اللي هم معاه ايد بايد وخطوه بخطوه، فعلا لانه شافهم وخبرهم وربطنا الماضي بالحاضر لكي نستشرف مستقبل مضيء، وان شاء الله لن تضيع مصر ابدا وهي أمة شهداء إن شاء الله بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.